السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة صحة غذائي. اليوم إن شاء الله سأتطرق إلى موضوع يهمنا حاليا، وهو تقوية جهازنا المناعي ضد الفيروسات الفتاكة والتي تهددنا دائما. إذا سنحاول أن نجيب على الأسئلة التالية: ما هي بعض طرق تقوية جهازنا المناعي؟ ما هي بعض الأغذية والسلوكيات والتصرفات التي تضعف جهازنا المناعي؟ ما هي بعض الإرشادات الغذائية لرفع المناعة؟ ما هي بعض الأغذية المقاومة للفيروسات بشكل طبيعي؟ إذن فقد فوجئ العالم بانتشار واسع لفيروس كوفيد-19 أي كورونا المتجدد، والذي أصبح يهدد العالم بأجمعه، مما أوقع العالم كله في حيرة وأصابنا بالقلق والرعب. ولم يؤثر الفيروس فقط على صحة الإنسان، ولكنه أثر على الاقتصاد وسبب الشلل التام في العديد من البلدان العالم. ولا تستطيع الفيروسات أن تتكاثر خارج الجسم الحي، وهي تسبب العديد من الأمراض الشائعة مثل داء الكلاب والهيربس والميرز والسارس والإنفلونزا وغيرها. ويعد فيروس الإنفلونزا أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث يصيب حوالي 10% من سكان العالم ويساهم في وفاة مليون شخص سنويا. وحتى الآن لا نملك علاجا فعالا ضد الأمراض الفيروسية والمضادات الحيوية غير فعالة، لأنها تقضي فقط على البكتيريا، وجل ما يمكن فعله هو اتباع إرشادات السلامة العامة التي تضعها الهيئات الصحية، والعمل على تقوية جهازنا المناعي حتى يتمكن من مقاومة الفيروسات. إذا ما هي بعض الطرق تقوية جهازنا المناعي؟ الابتعاد عما يستنفد ويضعف المناعة، ومن ثم نصبح عرضة لأمراض. نتناول الأغذية والأعشاب واستخدام الزيوت التي تحفز المناعة العامة بشكل معقول واحترام المقادير الآمنة. كذلك الاهتمام بالمغذيات التي تقوي المناعة ضد الفيروسات الخاصة. الآن ما هي بعض الأغذية والتصرفات والسلوكيات التي تضعف جهازك المناعي؟ الجهاز المناعي أخواتي إخواني لا يقوى ولا يضعف في يوم وليلة، بل هو نتاج ما نتناوله من مأكولات ومشروبات وما نستنشقه من دخان وأبخرة وغيرها. لذلك نحاول أن ننصح أنفسنا بتجنب ما يلي: نتجنب المواد الحافظة والملونات الصناعية، حيث تتسبب المضافات الغذائية في الأطعمة السريعة والأطعمة المصنعة واللحوم المجمدة والأطعمة المقلية بالكثير من الآثار الضارة على صحة الإنسان، وبالإضافة إلى ما تسببه من زيادة السمنة لدى الأطفال وأمراض القلب والسكري. فقد أشار الباحثون إلى أن لها تأثير مزدوجا على المناعة ضد الفيروسات، فهي من ناحية تضعف المناعة فتزيد من حدة الإنفلونزا والتعرض بسهولة للأمراض والفيروسات، ومن ناحية أخرى وجد أن بعض المضافات تحتوي على مواد قد تقلل من كفاءة اللقاحات ضد الإنفلونزا والفيروسات، فهي تبطئ من تنشيط كل من الخلايا التائية وكذلك الخلايا التائية المقاتلة، مما يؤدي لإبطاء إزالة الفيروس. كذلك السكريات المرتفعة في غذائنا الحالي، فالسكر المضاف عامة يؤثر سلبا على المناعة ويزيد من تأكسد الخلايا الموتية، وهو ما يسمى بالإجهاد التأكسدي. حتى قيل إن تناول أو شرب كثير من السكر يحد من قدرة الخلايا الجهاز المناعي التي تهاجم الجراثيم والفيروسات، ويستمر هذا التأثير لعدة ساعات بعد تناول المشروبات السكرية والحلويات. أظهرت إحدى الدراسات أن تناول 8 ملاعق كبيرة من السكر، أي ما يعادل زجاجة صودا واحدة، يمكن أن يقلل من قدرة خلايا الدم البيضاء على قتل الجراثيم. كذلك المشروبات الغازية، تحتوي المشروبات الغازية على عدة مكونات ضارة، وبالإضافة إلى المشكلة المتعلقة بالوزن، فإن السكر المضاف في الصودا يساهم في انخفاض القدرات المناعية في الجسم، كما أن الملونات والمنكهات والمحليات الصناعية آثارا ضارة على كفاءة الجهاز المناعي كما ذكرت سابقا. كذلك التدخين، فالتدخين يضعف الخلايا المناعية باحتوائه على السموم، أكثر من 4000 سم، ويتسبب في إضعاف الخلايا الموتية ومن الخلايا المناعية، فهو يغير عدد الخلايا ويعيق عمل الأخرى. نتيجة لهذه التغييرات، فالمدخنون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي
والإنفلونزا. وعندما يقلع الإنسان عن التدخين تبدأ المناعة في التحسن خلال 30 يوما. لذلك أنصح المدخنين أن يستفيدوا وينتهزوا هذه الفرصة للإقلاع عن التدخين، وأطلب من الله أن يشفي الجميع. كذلك الكحول، المدمنون على الكحول أكثر عرضة للعدوى مثل مدمن التدخين، حيث يقوم الكحول بإضعاف الجهاز المناعي كما نعرف بعدة طرق، يضعف أو يقتل بعض خلايا الجسم المناعية المضادة للفيروسات، يثبط الجهاز العصبي ويمنع قدرة نخاع العظم على تجديد خلايا الدم، يتسبب في تسمم الكبد وهذا معروف، يستنزف فيتامين بي أي مجموعة فيتامين بي، يتسبب بحدوث جفاف الجسم. كذلك من السلوكيات التي تضر بالمناعة وهو السهر الغير معقول وقلة النوم. الحصول على قسط كافي من النوم ليلا ضروري لصحة الجهاز المناعي وتجديد خلاياه، ويمكن أن يؤدي فقدان النوم إلى تقليل المناعة مؤقتا ويعرضك للعدوى. نبتعد عن الملوثات البيئية قدر الإمكان، إن التعرض المتكرر للملوثات في البيئة المحيطة مثل نفايات المصانع ودخان السيارات في المدن الكبيرة يزيد من أكسدة الخلايا أي الجهاز التأكسدي، ويحد من قدرة جهاز المناعة. ليس هذا فقط، بل إن التعرض الأمهات للتلوث الصناعي يمكن أن يضر بالجهاز المناعي للمولود، ويضعف دفاعات الجسم ضد العدوى مثل فيروس الإنفلونزا والفيروسات المنتشرة حاليا. لا تستخدم المضادات الحيوية إلا عند الضرورة. تحتوي الأمعاء كما نعرف على البكتيريا الصديقة والنافعة، وهو ما يسمى علميا البروبيوتيك، وهو مجتمع مزدهر من الكائنات الحية الدقيقة والتي يمكن أن يؤثر بعضها إيجابيا على جهاز مناعي الإنسان. ووجد الباحثون أن المضادات الحيوية عن طريق الفم لا تقاوم الجراثيم فقط، بل تقتل الكائنات الحية الدقيقة النافعة التي تساهم في مناعة جسمنا وهي موجودة في الأمعاء والجهاز الهضمي بصفة عامة، مما يؤثر على مناعة الجسم عامة، لأن هذه البكتيريا هي جزء من مناعة جسمنا. الآن ما هي بعض الإرشادات والنصائح الغذائية لرفع المناعة؟ مفتاح الصحة الجيدة، مفتاح الصحة الجيدة أخواتي إخواني هو المناعة القوية القادرة على مقاومة الأمراض. فالجراثيم موجودة في كل مكان والتعرض لها جزء طبيعي من الحياة، فإذا كان لديك نظام مناعي ضعيف فأنت أكثر عرضة للنزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من المشكلات. ولكي ترفع مناعتك نحاول أو حاول تتبع النصائح التالية: تناول غذاء متنوع، جميع المجموعات الغذائية الهامة للجسم، وعندما يتنوع الغذاء بين البروتينات الطبيعية النظيفة والفيتامينات والألبان كذلك الطبيعية والزيوت الصحية الطبيعية كزيت الزيتون والنشويات المركبة كالقمح الكامل والشعير وذلك، فكأننا قد تناولنا صيدلية مليئة بالمقويات المناعة. واحرص على تناول مقدار معقول من الفواكه والخضروات الغنية بفيتامينات سي و E، بالإضافة إلى البيتا كاروتين اللي هو المصنع لفيتامين A والزنك. وكلما كانت ألوان الفواكه والخضروات قوية كان المحتوى من الفيتامينات أكبر، مثل الفراولة أي التوت والرمان والتوت والفواكه الحمضية والكيوي والتفاح والعنب الأحمر واللفت والبصل والسبانخ والبطاطا الحلوة والجزر والقرعيات واليقطين أي السلوي، فاجعلها حاضرة بقوة في نظامك الغذائي. كذلك البريبيوتيك أي غذاء البكتيريا الصديقة، فهو يعزز ويقوي المناعة. كلما زادت الكائنات الدقيقة في الأمعاء أو ما يطلق عليه بالبروبيوتيك أو الميكروبيوم قامت بدور أكبر في مقاومة الكائنات الضارة وكبح جماعها، وأنتجت الفيتامينات المفيدة للجسم وحسنت من قدرته على التعافي من المرض حال حدوثه. تشير إحدى الدراسات إلى أن الزيادة في البروبيوتيك أي في عدد البكتيريا الصديقة يمكن أن يوفر الأموال بسبب الفواتير الطبية وفقدان الإنتاجية وبسبب التهابات الجهاز التنفسي الحادة والإنفلونزا. يساعد النظام الغذائي المتنوع والغني بالألياف أي البروبيوتيك في زيادة عدد الكائنات النافعة وتحسين قدرتها المناعية. كذلك تناول الأغذية المخمرة مثل الرايب المنزلي واللبن المنزوع من الزبدة أي اللبن. كذلك تناول المخللات المنزلية الخاصة، خاصة مخلل اللفت والكرومب وكذلك الجبن البلدي. كذلك فيتامين سي، ففيتامين سي أخواتي إخواني هام وضروري للمناعة القوية، فهو يمسك بالجذور الحرة لغسيل ليبر، وهي جزيئات
عضوية مرتبطة بالشيخوخة وتلف الأنسجة، فهي تسبب هذه المشاكل حتى يتمكن الجهاز المناعي من أداء وظيفته. ولكن هل نحتاج إلى المكملات الدوائية من فيتامين سي؟ إذا كان الإنسان يحصل على غذاء متوازن غني بالفواكه والخضروات الطازجة، فلا حاجة لأن يتناول مكملات، وتؤخذ مكملات فقط في حالة وجود أمراض تستدعي جرعة أكبر، أو إن كان الغذاء يفتقد الخضروات والفواكه الطازجة، الجرعة الموصى بها هي 100 ميلي غرام للبالغين. ولكن الكثيرون منهم يسرفون في الجرعات خاصة وقت الأزمات. في أي حال، إن أكبر جرعة يمكن تناولها هي بين 1 إلى 2 غرام للبالغين. كما لا يوجد دليل على أن فيتامين سي يعالج الفيروسات منفردا، فالفيتامين كما نعرف أخواتي إخواني يدمر ويتلف بالحرارة. لذا تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي الطازجة من أبرزها وأهمها الفلفل الأحمر الحلو، فلفلة حلوة أعلى محتوى، كذلك الجوافة، عصير البرتقال، كيوي، الفراولة، البابايا، الفلفل الأخضر، كرنب، الفراولة إلى ذلك. فكذلك هناك من المواد الغذائية العسل النحل، يحتوي عسل النحل على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للفيروسات ومضادة للجراثيم بكل أنواعها، وكلها تجعله مقاوما جيدا للأمراض. وأفضل طريقة لتناول العسل ليس هي أكله مع الخبز كما هو شائع، بل هي شراب العسل، حيث نضيف ملعقتين من العسل إلى كوب من الماء دافئ ونشربه صباحا. كذلك علينا بالشرب الكثير من السوائل، من الهام جدا الحفاظ على أغشية الحلق المخاطية رطبة حتى تشفى سريعا، وكلما قلت السوائل داخل الجسم تركزت الجراثيم والفيروسات وأصبحت أكثر شراسة، والعكس صحيح، للجراثيم المخففة تكون أسهل في المقاومة. لذا ينصح بشرب الكثير من الماء أو السوائل العشبية وافية خاصة أثناء المرض. كذلك حساء الدجاج، يحتوي حساء الدجاج البلدي خصوصا على حمض أميني يعمل مثل عقار الأستيل سيستئين، والذي يستخدم لعلاج التهاب الشعب الهوائية وأمراض الرئة الأخرى. فإذا صنعنا مزيجا بين المرق والخضروات مثل الجزر والبصل والثوم والطماطم والفلفل والزعتر، فإن ذلك يساهم في تعزيز المناعة وسرعة الشفاء. كذلك حبات البركة أي الشونيز، يتكون زيت الحبر السوداء من بذور نبات الكمون الأسود نيجيلا ساتيفا، ويختلف عن الكمون الحقيقي المستخدم في الطهي. وتشتهر الحبة السوداء أو السانوج بقدرتها على زيادة المناعة العامة والمناعة ضد الفيروسات والفطريات وحتى مع البكتيريا المقاومة للأدوية. التمر يشتهر البلح والتمر بأنواعها المختلفة بقدرات عالية على مقاومة البكتيريا والسموم والالتهابات، وأظهرت المستخرجات من نوع البلح قدرات متميزة مضادة للفيروسات. لذلك نجعل البلح والتمر في غذائنا اليومي لنحظى بفوائده العديدة على الصحة والمناعة. كذلك عنصري الزنك والسيلينيوم من أهم العناصر المؤثرة في الجهاز المناعي للإنسان، حيث يؤثر الزنك على جوانب متعددة من الجهاز المناعي، فهو ضروري لنمو وتطور الخلايا المناعية، كما يتميز كمضاد للأكسدة خاصة على الأغشية الخلايا، مما يقيها من التلف أثناء الالتهابات المصاحبة للأمراض. وكذلك فإن نقص عناصر السيلينيوم يزيد من شراسة الفيروسات المختلفة، كما تبين أنه يحد من قدرة الفيروسات على التحور وتطوير سلالات أكثر ضرورة، كما يحدث مع الفيروسات المنتشرة حاليا. كذلك يجب الاهتمام بالأطعمة البحرية خاصة المحار والقشريات، وكذلك اللحوم الحمراء الطبيعية وبذور مثل بذور الكتان والسمسم أي الزنجلان، والمكسرات لغناها بالزنك والسيلينيوم. ويعتبر المحار أغنى العناصر بالزنك والمكسرات أغناها بالسيلينيوم. وإذا كان غذاؤك يفتقد لهذه الأنواع فيمكنك تناولها عن طريق المكملات بعد استشارة الطبيب. ما هي إذن بعض الأغذية المقاومة للفيروسات؟ المناعة أخواتي إخواني، خاصة المناعة العامة للجسم، هي من أهم دعائم المقاومة للأمراض سواء كانت بكتيريا أو فيروسات أو فطريات. ولكن هناك بعض المغذيات التي لها تأثير مباشر على المناعة ضد الفيروسات، ولذلك ينصح بالاهتمام بها أثناء ازدياد العدوى وانتشار المرض. ومن هذه المغذيات هناك بعض الأعشاب الغذائية كالزعتر، تساعد هذه العشبة وكذلك الزعتر البيضي على تقوية جهاز المناعة العامة، وذلك من خلال العديد من المركبات وأهمها الكالفاكرول
وهو ما يعتقد أنه مضاد للفيروسات. كذلك الإنسولين النجمي أو ما يطلق عليه بالدارجة بديانة على شكل نجمة صغيرة بنية اللون. فهذا الإنسولين النجمي أو بديانة اشتهر، وليس نقصد به النفع، حيث في هذه الآونة الأخيرة اشتهر بمحتواه من حمض، ما يسمى حمض الشيكيميك، وهو مركب ذي قدرات مضادة للفيروسات، وأحد المكونات الفعالة الرئيسية في عقار تاميفلو المضاد لبعض أنواع الإنفلونزا. وأظهرت بعض الأبحاث أن زيت الينسون النجمي الأساسي قد يعالج أنواع أخرى من التهابات الفيروسية مثل الهربس البسيط. الينسون النجمة أو ما يطلق عليه بالبديانة يستخرج من تمرة شجرة الخضرة الصينية، وغالبا ما يتم الخلط بين الينسون النجمي والينسون، أي بين النافع المعروف والبديانة، على الرغم أنهما مختلفان كليا. كذلك جرد عرقسوس نشر المجلة الصينية لعلم الفيروسات بحثا يؤكد نشاط مضاد للفيروسات لجدري عرقسوس، كما تشير أبحاث أخرى إلى أن مضادة الأكسدة بعرقسوس هي التي تزيل التأثيرات الضارة للجذور الحرة وأبرزها إضعاف المناعة. كذلك الثوم، أظهرت تجارب أن المركبات الكيماوية الموجودة في الثوم فعالة ضد العديد من الأمراض الفيروسية، هذا بالإضافة إلى فوائده في التقليل من مخاطر الإصابة بالسرطان وارتفاع ضغط الدم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. ولتغلب على الطعم والذوق ورائحة الثوم، يمكن فرم فصوص ثوم وإضافته إلى زيت الزيتون، ثم تركه لبضع ساعات، ثم تصفية قطع الثوم والاحتفاظ بالزيت في وعاء مغطى، وكذلك يمكن ابتلاعها بالماء مثل أقراص الدواء. كذلك الزيتون، جميع أجزاء الزيتون من ثمرات وأوراق والزيت، فهي شجرة مباركة كما نعلم، تساعد في تقوية الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض. ولكن أشارت دراسات إلى أن أوراق الزيتون بالخصوص تحتوي على خصائص إضافية مضادة للفيروسات، وتقوم المركبات القوية الموجودة في أوراق الزيتون بتدمير الفيروسات ولا تسمح لها بالتكاثر. كذلك الزنجبيل والسكنجبير، يشتهر زنجبيل أو سكنجبير بأنه كنز من الصحة والمناعة، بالإضافة إلى فوائد كثيرة. أشارت العديد من الأبحاث إلى أنه له فوائد وفائدة كبيرة وفعالية كبيرة ضد الفيروسات، وتقوم مركبات الزنجبيل اللي تقريبا 477 مركب بتطبيط التكاثر الفيروسي ومنع الفيروسات من دخول الخلايا الإنسان. يمكن أن نتناول الزنجبيل الطازج مع الأطعمة، أو عمل شاي زنجبيل جاف أو مطحون، أو خلطه مع العصائر الأخرى، كما يمكن نضر جذر الزنجبيل الطازج الخام عند المرض. كذلك من التوابل المهمة والمضادة للالتهابات هناك الكركم، أي الخرقوم البلدي. فالكركم يشتهر بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، ومعروف وفي هذين المجالين هو من أقوى، لكن مع تطور أمر الفيروسية الحالية تم الرجوع إليه لاختبار قدرته في مقاومة الفيروسات. وأظهرت مادة الكركمين الموجودة في الخرقوم البلدي قدرات جيدة على مقاومة الفيروسات، وذلك لكونها تتداخل مباشرة مع آلية التكاثر الفيروسي وتحد من نمو تطوري، ذلك بالإضافة إلى كونه محفزا لإنتاج خلايا الجهاز المناعي. إذا كما نعلم، مع ظهور فيروس الكورونا المستجد وهبت العالم لتجربة العلاجات المختلفة، يتضح لنا أمران. أولا، لم يتوصل العلماء إلى حد الآن إلى علاج شافي للفيروس. ثانيا، الفيروسات عامة لديها قدرة كبيرة على التحور والتطور. الآن يوجد فيروس كورونا، وبعد فترة قد نجد غيره وقد تطور وأنتج أنواعا مقاومة. إذا ليس لنا بد من أن نعود للطبيعة الذي خلق الله سبحانه وتعالى، وما والمليئة بالعلاجات الشافية والمقاومة للأمراض. ويجب علينا البدء بتقوية جهازنا المناعي ضد أي تهديد قد يصيبه، فالوقاية خير من العلاج. وحتى لا أطيل عليكم، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى موضوع آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.